السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم بهذه الحلقة. هذه شجرة الكاجو، احنا هلا في محافظة فطاني بجنوب تايلاند، وأول ما بتكبر بتصير هيك، يعني هي بدايتها بتكون بالطريقة هاي هيك صغيرة خالص، بعدين تكبر بتصير هيك. وهلا بدي أفرجيكم كيف الثمرة لما بتصير كبيرة وجاهزة للقطع بتصير بالطريقة هاي، بالطريقة هاي. هذه ثمرة الكاجو الناضجة، هيك بيقطعوها وبيطلعوا منها الكاجو وبيبيعوه. طبعا منطقة فطاني هون مشهورة بالكاجو، بيزرعوا كاجو كتير، والثمرة هذه نفسها من هون طرية كتير، يعني هون شايف كيف طرية، شايفين طرية خالص، بيطلعوا منها الكاجو من هون. بالطريقة هاي وبيبيعوه. وهذه هي شجرة الكاجو. هذا بيت أصدقائنا في إحدى قرى فطاني جنوب تايلاند، ما شاء الله زرعين أشياء كثيرة. هذه حياة القرويين هون. كلها زراعة ما شاء الله. هذه البيوت اللي انتم شايفينها هلا، زي هذا البيت الصغير، في معظم الاحيان بيكونوش البيوت اللي هم ساكنين فيها، يعني 7 ايام هذه البيوت بنوها بس على اساس لما يجوا للمزارع تبعتهم يتريحوا فيها. والقرويين هون يعني ما بيشتروش خضره وفاكهه من برا، لانه ما شاء الله بيزرعوا كل حاجه، نعنع، بقدونس، هذا بندوره، خس، خيار، كل شيء بيزرعوه هون، فلفل، باذنجان، مانجا. هلا احنا هون بالمزارع، هذه مزارعهم. المنطقة هذه فيها أنهار كتير ما شاء الله، فيها زراعة كتيرة، واللي بدهم يسووا أبار مية برضو مش صعب، 4-5 متر بيحفروا بتطلع آبار المية. طبعا لما تكون بهاي المزارع ما لازم تقعد او تنام تحت شجر جوز الهند، لانه في احتمال كبير لو صار في هواء او وقعت ثمرة جوز الهند ممكن انها تعور البني ادم، لانه عالية كتير وكبيرة، ثمرة كبيرة وتقيلة كمان. فالناس هون ما بيناموش وما بيقعدوش، ما بتريحوش تحت شجر جوز الهند وخاصة الدوريان.
مثلا زي هذه هون، هذه ثمرة واقعة، منطقة كتير حلوة. هذه هيك حياة القرويين هون في محافظة فطاني أو حتى في كل محافظات الجنوب، جنوب تايلاند، هيك حياتهم، سهلة بسيطة حلوة، لكن بينضروا كتير لما يصير في فيضانات. هذه كمان هون شجرة الكاجو، هلا لساتها خضرة، بيقطعوها لما تصير حمرة. بدايتها بتكون هيك مثل ما انتم شايفين، تكون بالطريقة هاي بدايتها. تبدأ ورق صغير خالص وبتكبر شوية شوية لما بتصير بالشكل هذا، وبعدين بتصير ثمرة حمراء. لما بتصير ثمرة حمراء وطرية بيقطعوها. كل هذه ثمار الكاجو ما شاء الله. لو بريك مي مي بريك نونا خناي بريك كمان نش هلا بدي اخذكم افرجيكم على شجر الفلفل، لانه هاي المنطقه كمان مشهوره بزراعة الفلفل ما شاء الله. يعني اللي عنده أرض صغيرة ممكن يزرعها بالطريقة هاي، زراعها فلفل. هاي ما شاء الله حامل شجر الفلفل. بزرعوه هيك كل سطرين جنب بعض، طبعا ما بيسيبوش الارض فاضية. محل ما بيزرعوش فلفل على طول بيحط شجر جوز الهند. فبتلاقي زارعين جوز هند، زارعين فلفل، فليفلة، كاجو، هاي حياتهم. هون كمان هاي ما شاء الله صار احمر. هاي الأرض هون مخصصينها للفلفل وبس، وحاطين شجر جوز الهند. هاي كلياتها شجر فلفل. قرى حلوة وبيستغلوا كل شبر من أرضهم بالزراعة. طبعا هذا غير
الأبقار اللي بيربوها، الماعز، الباط، الواز، كل شيء بيربوا ما شاء الله. هذه تنمية المجتمع عندهم، الله رزقهم أرض حلوة ومية، وهم بيسعوا وبيحاولوا ما بينهزموا. ما في عندهم إشي اسمه إحباط، في عندهم إشي اسمه صبر، مثابرة. ما زبطت السنة هاي بتزبط السنة اللي بعدها. فهذا مثال يعني من إحدى المزارع اللي عند أصدقائنا. للإخوة والأخوات اللي عندهم قطعة أرض بيقدروا يستثمروها فما يهجروها. هذه فكرة سريعة عن حياة الناس في القرى، وإن شاء الله أني أكون أعطيتكم فكرة عن طريقة تنمية المجتمع هون. إن شاء الله أنكم تستفيدوا من خبرات الناس اللي هون زي ما هم بيستفيدوا من خبراتكم وبيستفيدوا من خبرات الناس اللي في غير مناطق بالعالم. واللي عنده قطعة أرض صغيرة حتى لو على البرندة على البلكونة ما يهملها، يزرع، يزرع اللي هو شجر ورد، ويعلم أولاده، يعلم أولاده الزراعة، ويشغل مخهم بأشياء يبعدهم فيها عن الإنترنت وعن ثقافة الشركات الدولية. وإن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو، وإذا في أشياء تانية أحب أصور لكم إياها إن شاء الله ونتشارك أنا وياكم فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.